ما معنى اللي كبيت؟ والله ربي يا لها الأحبة. عن جد شي حلو، يعني ما في حدا لسانه أوسخ منا إلا حضرتك أستاذ طارق. والله رح تعمل لي انهيار عصبي. ماما ما تأزم الوضع. أزم الوضع؟ تعال شوف، تعال أزم الوضع. تفضل. شو هالفوضى هاي؟ ما كفينا فوضى برا؟ لك شو هاي؟ وهاي شو؟ وهاي شو؟ ما في خزانات بالبيت؟ هيدا شو هيدا؟ شو هاي؟ صار في سلاح بالبيت؟ ماما هاي نقايفة. لك شو هاي؟ ما معقول؟ ولك شو هون؟ هيدا شو؟ لا ماما دخيل. شو هاي؟ Escape from hell. Escape from hell. قديه صار لك ما فاتح كتاب؟ ابني ابنك داشر على الطرقات يا فايت يا ظاهر، كل النهار برات البيت، ما عم بعرف وين عم بتكون، شو عم تعمل، ما بعرف شيء. ماما، طب ماما اسمعيني شو، قولي لي شغله، عم بتشوفيني على الطرقات مثلا مع المسلحين؟ عم بتشوفيني عم بنهب بيوت العالم؟ عم بتشوفيني عم ركب كوكتيل مولوتوف؟ طارق انت وبيك لازم تساعدوني. ماما بدك اعمل لك ساندويشة سردين رهيبة. بما انك امي انا وبابا رح ندرس وعد، بس بعد ما ربيها للست ناهدة. طارق ليش أنا على طول ببوز المدفع؟ إيه؟ 3 ملايين نفس ببوز المدفع. على طول بسأل حالي شو راح يصير فيكم إذا أنا مت بالحرب.